السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي نجوم وجمهور دودي سبورت. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملخص لقاء المصري والزمالك اللي انتهى بفوز القلعة البيضاء 2-1. طبعا مش قادر أقول لكم كده الزمالك يتصدر الدوري برصيد 38 نقطة، وكده كان هيجي لنا نقطة بعد ما كان خسران الزمالك متأخر بهدف، وكانت الليلة كانت هتبقى جاز، والليلة كانت هتبقى كوبيا وهتتقلب علينا من الجمهور أيضا اللي كان ما كانش مستحمل أي حاجة. عايزين قبل ما نخش على الملخص عايزين نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو إن شاء الله إلى 20,000 لايك، بنجح بيكم بدعواتكم. اللهم صل على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا الزمالك يفوز النهارده على المصري البورسعيدي ونقول الله عليك يا سيدي، كسبنا المصري البورسعيدي. يا سلام عليك، يا سلام عليك يا فريرة لما تحب تعمل التشكيل وشيكابالا بيبقى نازل معاه الرزق كله. الله عليك يا حبيب والديك، زي ما بنقول وبنخش على المفعول. الواد زيزو حتة لعيب صايع، حط الفاول زي السكينة في الحلاوة وقدر يفرح جمهور الزمالك بالهدف التعادل. وسيف الدين الجزيري ده كان مستحلف المصري البورسعيدي ولا ايه؟ ينزل الراجل يحط واحدة بدماغه ويجيب الهدف التاني علشان تخلص النتيجة 2-1 ونحط النقط على الحروف علشان توصل لصدارة الدوري وتبقى 38 نقطة. بس برضو مش قادر اقول لكم في بعض الاخطاء من عمر السعيد وحمزة المسلوسي، لا في لعيبة يا جماعة فعلا ما تلعبش وفعلا لازم فيريرا يفور الفرقة دي. بس هو دلوقتي هو قدام امر واقع علشان يكون الناس كلها موجودة، علشان من الموسم الجديد هيكون في تغيير شامل للفرقة، هيكون في صفصفة للفرقة، هيكون في متعة وإثارة للفرقة بعد فوز اليوم وبعد متعة اليوم وبعد دلع اليوم. الله عليك يا سيدي الواد دودي في المصري بورسعيدي، دودي بودي سبورت. اهلا وسهلا ومتعة الإثارة والجمال، ودلعني وشخلعني يا زغلول وانت مدلع الدنيا كلها، ومتعة الإثارة والجمال والحلاوة والتلبنتيشة والشغل الجميل. وطبعا الزمالك يتصدر الدوري برصيد 38 نقطة ويفوز على المصري البورسعيدي، واللقاء القادم للزمالك ان شاء الله هيكون امام الشرقية للدخان صاحب المركز الاخير او اللي قبل الاخير او اللي قبله، علشان نفكر نقفل ملف المصري البورسعيدي ونخش على الملف بتاع الشرقية للدخان، علشان انت ربنا يكرمك تكسب الماتش اللي جاي هيبقى الفرق كبير. وطبعا احنا نادي الزمالك نادي الملكي، نادي الكيان، نادي الروح، نادي المبدأ، نادي كل شيء في الدنيا. ده كان ملخص سريع على لقاء الزمالك والمصري البورسعيدي. وعايز قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس، ودايما دودي بودي سبورت منوركم، ودايما دودي سبورت متألق معاكم، ودايما تنتظروني كل يوم فيديو جديد مع الصفقات الجديدة اللي دايما مستمرين فيها، مع اخبار الزمالك الجديدة، مع اخبار النادي الاهلي الجديدة، مع كل الكرة المصرية كلها الجديد في الجديد من ملعب دودي سبورت. بشكركم، سلام عليكم.